أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان الجهاد لابد له من إذن الوالدين وإذن ولي الأمر وراية، فإذا كان الجهاد جهاد دفع فهل تشترط له الراية؟ نعم، لابد من ولي الأمر في الجهادين، جهاد الدفع وجهاد الطلب، لابد من إذن ولي الأمر. أنتم تعلمون الذين هجم العدو على بلادهم فصاروا طوائف، كل طائفة تقاتل منفردة عن الأخرى، لما انتصروا ماذا حصل؟ تنازعوا بينهم وتقاتلوا، كل واحد يقول أنا الذي حصلت البلاد وأنا الذي أريد الحكم، فتقاتلوا بينهم وفشلوا، تدخل العدو الكافر وسلب البلاد والعياذ بالله بسبب هذا الأمر. فلا بد من أن يكون الجهاد تحت تدبير ولي أمر، سواء كان دفاعا أو طلبا. نعم.